برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في السوشيال ميديا، ويمكن مسألة الطول بتظل أو ستظل تأخذ حيز كبير من التفكير طوال وقصار القامة. راضية عن طولك يا رايا؟ راضية عن طولي؟ نعم، كيوت أصلا كلك على بعض كيوت طبعا، يعني لا تعليق. لكن طبعا يعني فكرة الطول وقصر القامة أو طول القامة التملي بتكون أو دايما بتكون حديث للناس على حد، سواء كانوا قصار أو طوال. ده شان رواد موقع تويتر، مجموعة من أو هاشتاج أساسا بيقول هل طولك عجبك؟ بنتابع ما كتب على هذا الهاشتاج. لكن قبل بداية التغريدات عايزاكم تشوفوا الصورة اللي ورايا دي. صاحب هذه الصورة هو تركي اسمه سلطان كوسايين، هو أطول رجل في العالم، طوله 2.5 متر، 251 سنتي، بيبلغ فقط من العمر 27 سنة، والمشكلة أنه طوله مرشح للزيادة. مش عارفة ممكن يدخل البيت ازاي يعني. تعالوا نشوف الهاشتاجات أو الهاشتاج ده، الناس قالت ايه في تويتر. عبد الله قال أنا طولي بيوصل 190، عمري 16 سنة، وكل ما أحاول أقنع نفسي إن طولي طبيعي يجي واحد أكبر مني في السن ويقول لي يا عمو. آدم الأبيض قال الحمد لله 188، كورة وطايرة وسلة، نضرب بويا، نغير لمبات، تنزيل الحاجات من فوق الدولاب، ده أمر مهم طبعا، يعني كله يمشي. طبعا استخدام طوال القامة ده شيء سيء جدا. نعم. ده اللي قالت 148 أهم شيء الأخلاق والحمد لله. أنت حلوة كده. أحمد دو قال خلي قنوع، أنت الأجمل والأغلى والأروع بطولك ووزنك وشكلك، إذا ما حبيت ذاتك بالتأكيد ما راح أحد يحبك، وده أهم شيء أنك تكون راضي عن شكلك، ولو حتى في حاجة مضايقاك يعني ممكن تعوضها بحاجات تانية. التلوب يستر يا جماعة. كريمة دايما ماما كانت تقول نص عظماء العالم قصار القامة، كلهم مربعانيين، وتبدأ تذكر كل مميزات قصار القامة، الرؤساء اللي يعني طولهم متوسط أو قصار القامة، فدايما بذكر انا قصار القامه بهذا الموضوع. هم تملي عبقره يعني. نعم. مشاهدينا هناك بعض الازواج بيجعلون هناك مساحه من الخصوصيه لكل منهم، وده سؤالي الراية، هل مؤمنه ان مفترض ان كل حد من الزوجين يكون عنده مساحه خاصه بيه ما الثاني ما يخترقهاش، ولا لا المفروض تبقى حياتنا كتاب مفتوح بيني وبينه يعني؟ يعني كتاب مفتوح نسبيا يعني. نسبيا. نعم. أصدقاء شايفة أن أصدقاء، بس شايفة إيه الأسرار اللي ممكن الزوجة تخبيها عن زوجها؟ ولا شيء. ما ينفعش. طب والزوج؟ ولا زوج. متخيلة أنه مش بيخبي؟ يعني بتخيل. طيب تعالي تشوف. البعض بيفضل طبعا يعني، او يمكن في ناس بتفضل ان يكون العلاقه مع الطرف الاخر زي الكتاب المفتوح زي ما رايا ما بتقول. لكن الفيديو القادم بيقول ان هناك اسرار لا يبوح بها الرجل للمراه مهما كان. تعالوا نتابع. أسرار ما ينفعش تقال برضو يعني، هل طبيعي أن الزوج يقول لمراته أنه معجب بفتاة تانية؟ يعني إذا كان معجب لما لا؟ إذا استطاع أن يعجب بأخرى. طيب وفكرة المرتب شايفة أنه ممكن يكون صريح يقول اليوم كله؟ للأسف اليوم كريمة فعلا الأزواج يعني صاروا بيتشاركوا بالعديد من الأمور المادية، وصار أوضح من زمن قديم. طيب خلاص يبقى من حقه يخبي شوية، يقول لها يعني ليه بده يخبي وهي بدها تسمح أنه كل شخص حر بالتصرف في يعني في الشكل المادي للحياة. لكن يعني وفقا يعني هلا انا افهم من الموضوع انك انت بتامني انه الزوج بيخبي. هو لازم طبعا بيخبي، لازم يخبي، فيعني والزوجه بتخبي، بتبقى عارفه انه بيخبي وتعديها احسن ما تصدمي يعني. مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لا حديث طبعا يعلو فوق مباراه العوده لكلاسيكو الارض. سامحنا بقى يا عمر ان احنا جبنا سيرتك في الموضوع ده. طبعا توج في ريال مدريد بلقب كاس السوبر الاسباني للمره العاشره في تاريخه بعد تغلبه على برشلونه بهدفين مقابل لا شيء، وكان النادي الملكي قد فاز ذهابا على برشلونه بثلاثه اهداف لهدف يوم الاحد الماضي ليتفوق بمجموع المباراتين ويحصد لقب السوبر الاسباني لاول مره منذ عام 2012. طبعا الناس كلها بتحتفل بزين الدين زيدان قائد ريال مدريد في هذا او بهذا الانتصار. تعالوا نتابع أبرز التويتات اللي اتكتبت حوالين هذا الموضوع. كتب أحمد فؤاد في 20 شهر زيدان بيحقق 7 بطولات مع ريال مدريد، منها 2 دوري أبطال أوروبا، كم أنت مبدع يا زيزو.
أحمد أبو أورا، ما يقدمه زيدان مع ريال مدريد شيء لا تكفيه تغريدة تويترية، ربما كلمة استثناء تليق بريال مدريد النسخة الزيدانية. ومحمد بسام الحسيني قال صفة العاجز لا تليق بفريق اعتدى أن يكون الفائز، نأمل أن تكون كبوة ما قبل موسمية ليس إلا برشلونة. أما الفنان محمد هنيدي طبعا واللي مش بنستغنى عن الكوميكس بتاعته وعن تعليقاته، نشر صورة وعلق عليها أحلى ريموناتادا، إحنا بقينا بنتهزم أكتر ما بنستحمى. طبعا هو زملكاوي وبرشلونه، وانا بدور عليه عمر فين، جرعه مكثفه لو حد شافه يقول لي خلاص حرام يا راي. مشاهدينا عبر شاشه الغدوه، متابعينا عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك، وما زلنا في رحاب كره القدم لكن مع فيديو طريف اللي احتفل فيه اللاعب الاضخم في العالم اديبوا اكينفونوا مهاجم نادي ويمبلدون الانجليزي بهدف احرزه بطريقه مثيره، وذلك خلال احدى مباريات فريقه اكينفونوا. قام بالاحتفال على طريقه بطل المصارعة الشهير ذا روك أو الصخرة في مشهد كوميدي طريف، تعالوا نتابع. طبعا بيعتبر كينفونوا اللاعب الاضخم في العالم بوزن 102 كيلو جرام. تخيل انت بتلعبي معاه كوره مثلا، تخيل جاي ياخد الكوره منك، خدها انا مش هجادلك. الى هنا مشاهدينا بتنتهي فقرتنا، بنستقبل طبعا مشاركتكم على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهره اسفل الشاشه. الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاحد هنستقبل مشاركاتكم مع الهاشتاج بتاعنا، دايما تابعونا.